العراق يعني لم يستطيع الوقوف على قدميه بالمستوى المطلوب أمنيا، هو ما يزال بحاجة يعني بفضل الأمريكان. نعم. أستاذ علي، والله بفضل الأمريكان، هاي الحقيقة المرة اللي يجب أن يعرفها العراقيين. صح احنا قدمنا تضحيات، عندنا مؤسسات أمنية، لكن اليوم يعني فضل الأمريكي هو من خلى العراق يقف على قدمه أمنيا. طائرة الاف 16 ما تقدر تحرك متر إذا ما بإشارة أميركية. احنا عندنا فد قضية متشعبة بالارتباطات الأمنية مع الجانب الأمريكي، وبالتالي فرض بعض القيود وبعض الرسوم أو صنع خوارزمية، أينما نذهب سوف نبقى بحاجة إلى الوجود الأمريكي عسكريا. إذا نعم. احنا محتاجهم للأمريكا في هذه المرحلة. نعم. لا حقيقة أنا أختلف مع الضيف أستاذ علي البيدر، يعني أنه موضوع الأمريكان بحد ذاته هو ويلات العراق كلها عندما كان يعني إعلان الاحتلال وضرب السيادة العراقية والاستباحة بدماء العراق الطاهرة. كان من يدعم داعش ومن يخرب بهذه المحافظات هم الأمريكان. يعني أستاذ علي قال الحكومة تشوف أنه بقاء الأمريكي الآن. لو أكملت الفكرة بالتالي عندما نتحدث بأنه الأمريكان تحمينا عسكريا لم يزود، وأنا مسؤول عن هذا كلامي أمام وزير الدفاع الحالي والسابقين، لم يزود الأمريكان بأي سلاح للعراق، رغم العراق دفع أموال تتعدى المليارات الدولارات للولايات المتحدة الأمريكية، ولا يقبل اليوم لا تقبل الولايات المتحدة الأمريكية أن نعقد عقد صفقة أسلحة مع الاتحاد السوفيتي أو الصين أو الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو أي دولة اليوم عندها سلاح أن تمكن. لا نمتلك رادار بسبب الولايات المتحدة الأمريكية، فكيف أنا اليوم أتقبل وجود الأمريكان أنه أن تكون اليوم غطاء عسكري قوي للعراق؟ لا أعتقد. العراق لا يحتاج للتواجد الأمريكي، لا يحتاج لقواعد،